خلاكم تخشوا الكليه دي، انتوا دخلتوا في 2012 مش كده؟ بالظبط. تمام. ده في عز ما كانت الناس كارهه الشرطه كلها، ايه اللي خلاكم تخشوا كليه الشرطه؟ انما هي رغبه ذاتيه مننا ودعم من الوالدين كمان. يعني ساعدوكوا؟ هم ساعدوكوا وشجعوكوا؟ طبعا يا فندم طبعا. ومبدئيا الشهاده بامر الله، يعني احنا مش داخلين يعني وطالعين عارفين ان احنا طالعين شهداء. بس الفكره في ايه يا فندم؟ يعني انا حابب مجال، حابب ان اشتغل في المجال ده. ايه اللي يخليني ما ادخلش المجال ده حتى لو كانت الفتره اللي فيه فتره صعبه على الجهاز نفسه؟ المجال ده يا فندم بيساعدني ان انا اقدم في دنيتي كده، اقدم حاجه تنفع البلد. والدك بيشتغل ايه؟ ضابط شرطه. طيار.